الرحمن الرحيم. قال تعالى: فإذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عسى أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. نحن أهالي مخيم الكرامة في بلدة الرفيد المهجرين من مثلث الموت وريف دمشق وحوض اليرموك ننفي نفيا قاطعا بما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي وبعض الأشخاص المغرضين بأنه تم طرد أكثر من 20 عائلة من المخيم، ونؤكد بأننا بمخيم الكرامة نعيش مع بعضنا كأسرة واحدة، ونطالب جميع المنظمات الإنسانية والعالمية وخاصة المنظمات التي أخذت الخبر كذريعة لها ومن خلال قطع المساعدات على المخيم بأن يقوموا بتقديم المعونات لأهلكم في المخيم الكرامة لأنهم بأمس الحاجة لها وخاصة في هذه الأيام العصيبة. سمعنا انه في ناس مطروده من المخيم بس كل شيء ما صار يعني. كله كذب الحكي يعني. والله انا اسره محمد للعالم ما في وعيله واحده هون انا مثلثه. طيب شو ذنب هالاطفال اللي تحرمونا من المعونات؟ شو ذنب ارامل؟ حطيتونا بهالجار وكشفتونا بلا كتان الجوع. والله ما فيش اللي ناكله حق خبز، ما فيش العالم معاها، ما فيش شغل للزلم، ما فيش يعني. اجتنا هالمساعده اكلنا منها عيش، ما اجتنا ما اكلنا. اللي عنده مريض يستنى لحتى بيشيل شويانا وبيبيع بيعالج نفسه عشان يعالج نفسه اللي عالج لك. في عجز في نساء عجز يعني لا تاخذين بالكلمه عم نحط لها فوط. نعم اي والله جارتنا في حجه. ما عاد اجتنا هي من نفس الحاره حسب اخذتم عليها بتشوفوها بعينكم. انا عندي بنت عمرها 3 سنين، البنت تعبانة كثير وبدها علاج فيزيائي، عمرها 3 سنين. انا مرة حامل بشهري بضلني شايلتها، بحب اوصل هالحكي للعالم انه تساعدنا بهالاطفال. ما في خبز، ما في شيء، ما مو قدرتي انا، بدها علاج فيزيائي طويل العمر، بدها عملية بتكلفني هذيك الحسبة. يعني بدنا العالم تحس فينا، تحس بمأساتنا. احنا عايشين هون بحالة مأساوية، بجوع عطش، الخيام تدلف علينا.